صباح الخير على كل المتابعين، وأتمنى لكم يوم سعيد. من أجمل الأماكن السينوية اللي بعمل لكم منها إطلالة رمضانية صباحية جميلة جدا جدا هي منطقة شهيرة، هي منطقة عيون موسى. اتكلمنا كتير عن سينا وقلنا إنها مليئة بالمزارات الدينية اللي تنتمي للثلاث الأديان السماوية، الإسلام والمسيحية واليهودية. منطقة عيون موسى هي منطقة دينية، على حسب الروايات أن في هذه المنطقة تفجرت 12 عينا بعدد الأسباط لليهود في فترة سيدنا موسى، وذلك يعني بغرض الشرب، وهي يعني إحدى المعجزات المرتبطة بسيدنا موسى في سيناء الحبيبة. المكان اللي احنا فيه بيبعد 35 كيلو من نفق الشهيد أحمد حمدي اللي بيربط ما بين يعني الجزء الأفريقي من الأراضي المصرية والجزء الآسيوي، أو بيربط يعني الأراضي المصرية بالأراضي المصرية بشبه جزيرة سيناء، و60 كيلو متر من مدينة السويس، وهي يعني أحد المدن الثلاثة اللي موجودة على قناة السويس. أنا في منطقة أبار عيون موسى اللي باقي منها 5 عيون، ويعني هي بتمتاز أنها بها الكثير من النخيل وبها الكثير من الأعشاب، ومحاطة بمجموعة يعني من الكافيتريات الصغيرة زي ما احنا شايفين، يعني بغرض الخدمة السياحية في هذه المنطقة الجميلة التي تطل على ساحل البحر الأحمر. يعني أنا مش عارف إذا كانت الكاميرا جايبة ساحل البحر الأحمر ولا لأ، بس هي بتطل عليه. هي دي مجموعة الأبيار اللي فيما يعتقد إنها عيون موسى، هحاول برضو أصورها لكم بالكاميرا. دي أحد الأبيار اللي موجودة. وإحنا اتكلمنا كتير طبعا عن سينا، ده اسمه بئر الشيخ. برضو من الحاجات اللي أنا عايز أشير ليها، يعني أنا هحاول أجيب اليافطة، هي دلوقتي موجودة في الكاميرا، إن كل بير من الأبيار المتبقية اسمه موجود جنبه في يافطة جميلة. وأنا يعني كلمت مرارا وتكرارا في فيديوهاتي إن سينا مليئة بالأماكن والمواقع الأثرية اللي بتنتمي للفترات المختلفة، بيأتي من أهمها موقع خروج أو الأماكن المختلفة لخروج بني إسرائيل هروبا يعني من فرعون كما ذكرت القصة في الكتب المقدسة، وهروب العائلة المقدسة من هيرودس الذي اضطهدهم في الناصرة، وكذلك الفتح العربي لمصر. هذه الطرق الثلاث هي يعني من الطرق المرشحة بقوة لما تمتاز به من زخم تاريخي وديني وأحداث هامة، لكي تكون مزارات سياحية على أكبر وأعلى وأفضل ما يكون. ده طبعا في سينا الحبيبة شبه جزيرة سيناء الجانب الأسيوي من الأراضي المصرية، المكان اللي احنا فيه دلوقت. يعني الإطلالة دي أنا بعملها لكم من منطقة عيون موسى، زي ما قلت لحضراتكم إنها مرتبطة بحدث هام وجلل، وهو عندما هرب بني إسرائيل من مصر، ويعني في معجزة كبيرة تفجرت لهم 12 عينا، فيقال أو طبقا للآراء أن هذه العيون موجودة بهذه المنطقة. ودي عين تانية برضو بصورها لكم زي ما احنا شايفين. يعني على حسب المعلومات الواردة ان في 5 عيون بس هما اللي فضلوا من العيون دي، وعدد 12 هو مرتبط بال 12 عدد اسباط بني اسرائيل. برضو البئر ده اسمه بئر الشايب. خلينا برضو نشوف الساين اللي موجودة على النخلة اهي، بئر الشاب. يعني الدنيا شمس قوي، انا اعتقد انها كده جت. وزي ما قلت لكم برضو من مميزات المنطقه ان فيها مجموعه من النخيل الجميله.
يعني دي إطلالة جميلة رمضانية حبيت أعملها لكم من أشهر الأماكن. وكمان إحنا سألنا على يعني عن وضع المنطقة دلوقتي، فهم قالوا إنها في طور التطوير، إنها تتطور أكتر وأكتر. فهي بجانب الأماكن السياحية الدينية الأخرى اللي موجودة في سيناء، بجانب الأماكن الجغرافية زي البحار على امتدادها، كل ده طبعا بيعزف سيمفونية سياحية على أكبر وأفضل ما يكون. حبيت أعمل الإطلالة المميزة دي يعني أبين لكم هذه المنطقة العظيمة. طاب صباحكم وكل عام أنتم بخير.